الآن في هذه الكلمات نريد أن نبين سبب كتابة تاء على صورتها، هل هي تاء مبسوطة أو تاء مربوطة ولماذا؟ كلمة غيمة. نعم يا محمد. غيمة تاء مربوطة لأنها جاءت اسم مفرد مؤنث. إذا كتبت التاء مربوطة في غيمة لأنها اسم مفرد مؤنث. تشهقت يا محمود. سي تاء مبسوطة، سي تاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب. نعم، إذا كتبت مبسوطة لأنها تاء التأنيث الساكنة. الربوات. نعم يا ريم. سي لأنها جمع مؤنث سالم. إذا كتبت مبسوطة لأنها جمع مؤنث سالم. قلادة. نعم يا سكينة. قلادة كتبت مربوطة أيضا لأنها دلت على اسم مفرد مؤنث. الآن أيضا سنتذكر متى تكتب التاء المربوطة ومتى تكتب التاء مبسوطة. التاء المربوطة تكتب في نهاية الاسم الذي يدل على مفرد مؤنث، مثل طاولة، شجرة، فاطمة، خديجة، حليمة، دلت هذه الأسماء على اسم مفرد مؤنث فتكتب التاء مربوطة. أيضا تكتب في نهاية الصفة المؤنثة مثل طويلة، بخيلة، جميلة، عادلة، أي صفة تدل على مؤنث تكتب فيها التاء مربوطة. تكتب أيضا في نهاية اسم العلم المذكر غير الأجنبي، كما نقول مؤنث تأنيث لفظي مثل معاوية وطلحة وحمزة وعنترة، إذا هذه انتهت بتاء مربوطة ونقول عنها أنها الاسم المؤنث تأنيث لفظي لأنه في الأصل يدل على اسم مذكر. في نهاية جمع التكسير الذي لا ينتهي مفرده بتاء مفتوحة مثل قضاة، هي جمع لكلمة قاضي. طبعا إذا كان جمع التكسير ينتهي بتاء مفتوحة فإنه يكتب بتاء مفتوحة مثل أوقات، جمع لكلمة وقت، وأصوات هي جمع لكلمة صوت. إذا انتهى مفردها بتاء مبسوطة تكتب التاء مبسوطة، أما إذا لم ينتهي مفردها بتاء مبسوطة فتكتب تاء مربوطة مثل قاضي وقضاة. تكتب في نهاية صيغ المبالغة أيضا مثل رحالة وعلامة وفهامة، مبالغة اسم الفاعل جاءت على وزن فعالة. وتكتب أيضا تاء مربوطة في الظرف ثمة. أما مواقع كتابة التاء المفتوحة فتكتب في الاسم الثلاثي الساكن الوسط مثل بيت، موت، صوت. هنا نلاحظ أن الاسم مكون من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. الاسم المذكر غير الثلاثي مثل نبات، وثبات، فرات. الفعل سواء كانت تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل المتحركة، تاء التأنيث الساكنة مثل لعبت، أكلت، وتاء الفاعل المتحركة مثل لعبت، أكلت. تكتب أيضا مفتوحة في جمع المؤنث السالم مثل معلمات، طاولات، ناجحات. تكتب في كلمة أولات الملحقة أيضا بجمع المؤنث السالم تكتب فيها التاء مبسوطة. وتكتب في جمع التكسير إذا كان مفرده منتهيا بتاء ممدودة كما ذكرنا سابقا مثل كلمة وقت، تجمع على أوقات وتكتب بالتاء المبسوطة، مثل كلمة صوت تجمع على أصوات وتكتب بالتاء المبسوطة. الآن كيف نبحث في المعجم عن معاني هذه الكلمات الواردة في النص المجمل وتهداره؟ كيف نبحث في المعجم عن كلمة المجمل؟ نعم يا ريم. نسيم الرجعة للماضي تصير جملة. أين نبحث عنها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات؟ إذن نجردها من أحرف الزيادة ونردها للماضي تصبح جملة. نبحث عنها في باب الجيم مع مراعاة ترتيب الميم ثم اللام. كلمة تهداره أين نجدها في المعجم؟ محمد. نسيم الرجعة للماضي كمان بتصير تهدارة. نعم. وبتصير هدارة. نعم. أين نبحث عنها؟ في باب الهاء مع مراعاة تسلسل الدال ثم الراء. نعم أحسن، بارك الله. هكذا يكون انتهينا من نص الفلاح ريف مع تطبيقاته اللغوية والنحوية وشرح الأبيات و
إعراب المفردات.